بدأ جلستنا هذه الجلسة الثانية الجلسة الثالثة من لقاءاتنا اليوم. المتحدثين هم الدكتور عبد الله العتابي حول موضوع ثورة 1919 في العشرين في وأثرها في ثورة العشرين في العراق. والدكتور العتابي هو مدير مركز إحياء التراث في جامعة بغداد، رئيس قسم التاريخ كلية تربية التربية للبنات جامعة بغداد، ومدير العلاقات الثقافية جامعة بغداد سابقا، وله مؤلفات من 19 كتاب في التاريخ الأمريكي وتاريخ العراق وعدد من البحوث في التاريخ الحديث. بطبيعة الحال هذه الجلسة محورها الأساسي هو التفاعلات القائمة بين ثورة 1919 وانعكاساتها أو تفاعلاتها بالعالم العربي. فليتفضل الدكتور عبد العتابي. مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور عبد العتابي، ظهيرتكم مباركة. بحثي بعنوان ثورة 1919 وأثرها في ثورة العشرين في العراق. ثورة العشرين ثورة قامت في عام 1920، بأدبياتنا نقول ثورة العشرين. الحقيقة حظيت ثورة 1919 اهتمام كبير من لدى الباحثين المصريين والعرب والأجانب. مئات الدراسات عن هذه الثورة، لكن هناك جوانب متعددة أحملها الدارسين في هذا المجال، ومن ذلك تأثير هذه الثورة على محيطها العربي ومحيطها الدولي. ثورة 1919 وصلت إلى الهند، إلى أندونيسيا تأثيراتها، ليس فقط في العراق وفي دول المشرق أو المغرب العربي، لكن للأسف لم أجد أي دراسات لهذا التأثير ما عدا تأثير ثورة 1919 في السودان فقط. هذا بحثي يتألف من أربع مباحث. المبحث الأول رؤى أولية في العلاقات المصرية العراقية، ثورة 1919 وأثرها في الحركة الوطنية في العراق، وحدة الشعب المصري في عام 1919 وأثرها على وحدة العراقيين، رمزية سعى الزردون لدى العراقيين عقب بعد ثورة 1919. ابتدأ محاضرتي ببيت شاعر عراقي قال مطلع قصيدة قالها شاعر عراقي اسمه عبد المسيح الكاظمي عن مصر، يقول: نعم أهل مصر، أنتم خير أمة، وما الخير إلا منكم يتفرع. هذه كانت مشاعر العراقيين تجاه مصر. الحقيقة سأتجاوز الرؤى الأولية عن العلاقات المصرية العراقية وأدخل بالموضوع في صلب الموضوع، وهو تأثير هذه الثورة على الحركة الوطنية في العراق. كيف أثرت؟ قبل أن نتكلم عن هذا التأثير لابد من مختصر مفيد ل تفضل دكتور. تفضل. لأوضاع العراق في ذلك الوقت، استغلت بريطانيا انحياز الدولة العثمانية إلى جانب رومانيا في 5 نوفمبر، وقامت باحتلال العراق في اليوم التالي. في اليوم التالي أنزلت القوات البريطانية قواتها في
الفار وهي اقصى البصمة قبل العراق، وهذه منطقة استراتيجية. المهم بريطانيا احتاجت من 6 نوفمبر 1914 إلى 7 نوفمبر 1915 لإنجاز احتلال العراق من الفار إلى الموصل، من الجنوب إلى الشمال. الحقيقة خلال هذه الفترة كانت سياسة بريطانيا في العراق مبنية على أساس الحكم العسكري. كان هناك حكام عسكريين وضباط هم اللي حكام فعليين في المحافظات، كانت سياستهم متحورة تتركز على خدمة مصالح الجيش البريطاني في ذلك الوقت، لأن كان في خدمة الاحتلال، وتلبية حاجات الجيش البريطاني، أما تلبية حاجات الشعب العراقي فكانت أبعد ما تكون. للأمانة أقول قد استبشر العراقيون خيرا بالاحتلال البريطاني، يعني 5 قرون من سياسة التدريج العثمانية، من سياسة التخلف، كانت لها آثار سلبية جدا على العراق. لماذا استبشر العراق؟ أولا حينما دخل الجنرال موت قائد القوات البريطانية قال نحن محررون وليس فاتحين. هكذا قال استبشروا خير خلاص أضرع عاقبنا. هكذا قال. وكذلك التصريح الأنكلو فرنسي، هذا التصريح اللي صدر في تشرين عام 1918 افرح العراقيين، توقعوا راح يشيلون من دولة. وكذلك بنود الرئيس وودسون وخاصة البند الخاص بحق تقرير المصير. كل ذلك خلى أموال العراقيين كبيرة في الاستقلال، لكن اللي شافوه من الحكومة شيء آخر. كان هم الحكومة البريطانية في ذلك الوقت ربط العراق وخاصة جنوبه بحكومة الهند البريطانية، وجابوا يعني خلوا شخص اسمه ويلسون حاكم على العراق، هذا من ولاة الاستعماريين، من الذين يعني الذين يطبقوا نفس السياسة اللي استخدمتها بريطانيا في الهند، نفسها أراد أن يطبق فعلا أراد أن يطبقها في العراق. الإدارة المدنية احنا قلنا كانت بالمحافظات بيد الضباط البريطانيين. الحقيقة ساعدت الأوضاع العربية وخاصة ثورة 1919 على التساؤل، لماذا في العراق لا نعاني نفس المحتل، نفس الظلم، نفس الجوع، ما أدري أي شيء. كيف يعني الآن في عام 1919 لم تكن هناك صحف محلية، كانت هناك صحف بريطانية فقط. لم تكن هناك حكومة عراقية، لم تكن هناك أحزاب. ماكو أي شيء. اللي صار الحكومة البريطانية طبعاً عتمت على أخبار الثورة المصرية ومنعت دخول الصحف المصرية والصحف السورية. لكن تم تهريب صحيفة بالذات اسمها العقاب من دمشق، هذه الصحيفة كانت ناطقة بلسان حزب العهد اللي كان يساند الأمير فيصل في حكومة الفيصلية في عام 1919. هذه الجريدة كانت تنقل أخبار الثورة وتتكلم يعني تبالغ في أخبار ثورة 1919، وأصبحت رأي العام العراقي كلها تتداول. هذه الجريدة كانت تذهب إلى المضايف والدواوين في ذلك الوقت، الديوان يقرأ الملة رجل الدين يقرأ الجريدة، لأن يعني هو الوحيد اللي يعرف يقرأ الكتاب، وأبناء العشيرة يتناقشون في أخبار هذه الثورة. شوف صار وصل الثورة، فشيء غريب، لا إنترنت، لا إذاعة، هكذا جريدة تهرب من دمشق، يقعدون بالمضار الفلاحين في مضيف الشيخ، والملة يبدأ يقرأ هذه الجريدة ويثير حماستهم. هذه الجريدة كانت تحمل أنباء الأعمال الخارقة اللي قام بها المصريون، أنهبت حماس العراقيين وجعلتهم يفكرون بالتخلص من الحرب. الحقيقة كتبت على وثيقة بهذا السبب، واسمحوا لي أقرأها لكم. لأهميتها التاريخية لمحمد مهدي البصير، هذا أحد رجالات ثورة العشرين ومؤرخها وكذلك شاعرها، محمد مهدي البصير في رسالة له لصديق له من النجف يقول:
لقد حصلت على طائفة من أعداد جريدة العقاب الدمشقية فيها نبأ إلقاء القبر على سعد ورفاقه ونفيهم إلى مالطا ووصف قيادة الشعب المصري على أثر هذه الحادثة وقيامه في وجه السلطة المحتلة ومواجهة مراكز الحكومة في أماكن متعددة ومقابلة السلطة المحتلة بلوس الحراب ورصاص البلاط. فقرأت هذه الأعداد وأرسلتها بين أيدي القراء فتناقلت من يد إلى يد. شوف شلون زي المنشورات دلوقتي تناقلتها من يد إلى يد وعادت إلي في النهاية فبعثتها إلى صديق من النجف الأشرف ورفقتها بكتاب قلت لصديقي إن مصر العزلاء قد استطاعت أن تفعل في سبيل حرياتها واستقلالها كما ترى مسطورا في هذه الأعداد فهل يليق بنا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التطور الهائل في الشرق العربي السياسي مع أننا نستطيع أن نلتمس حريتنا وننقذ استقلالنا من أيدي الغاصبين بما يربو 300,000 بندقية يتوقف إطلاقها على ما تقوم به من الدعاية الفعالة إلى إعلان الجهاد الوطني الأقدس. وأضاف قائلا رد علي صديقه. ماذا قال له صديقه؟ الكلام لمحمد بدر أنه يشعر بأن هذه الفرصة الوحيدة التي يستطيع أن يحصل فيها على أجمل بور في سبيل الله. يعني ثورة مصر حرضت العراقيين خلاص. يعني هذا رجل يجيب محمد بدر خلاص. يعني خلاص أجمل بور يعني فدائي استشهادي في سبيل الوطني منين ألهمته ثورة 1919. ويقول محمد مهدي البصير إن أنت تستطيع أن تفهم من فحوى هذه الحادثة الصغيرة مقدار تأثير النهضة العراقية بقيام مصر وجهادها العنيف. ويختتم الرسالة ويقول هكذا أصبحت أخبار ثورة عام 1919 حديث خاص والعام في العراق وقل ما خلا مجلس من ذكرها وبذلك ساهمت برفع الوعي الثوري في العراق. الآن لدينا احنا في العراق الشعر نستخدم وسيلة إعلامية. في ذلك الوقت قوات احتلال لم تكن هناك صحافة، لم يكن هناك أحزاب، لم تكن هناك ريع عام. فلذلك بدأوا الشعراء العراقيون يتمجدون بهذه الثورة. شاعر عراقي يهودي اسمه أنور شاهون ماذا يقول؟ اسمعوني يا اخواني. ايها المصري شمر للمعالي وتهيبا ولتكن قدوه اهل الشرق طرا بانيا لا تخف نارا ترضى لا ولا تخشى دويا وسوى ظل حياه حره لا تتفيا ولتجب لبيك اذا ما سمعت اذناك هيا. هكذا يحرضون الناس. هكذا تاثير هذه الثورة مع أنه ليس هناك كثير من الكتابات عن أثر هذه الثورة. شاعر عراقي يدعى محمد بهجة الأثري ماذا يقول عن ثورة 1919؟ يقول يا مصر إنك للعروبة موئل وعلى يديك نجاحنا متوقع. سيري على النهج القويم وجددي صلح العروبة إنه متضعضع. إن الدخيل إذا أقام ببلدة سارت بها فتن وزعم. الكثير من القصائد اللي أعتقد ناخذ وقت كثير بها تقريبا أكثر من 20 قصيدة حتى ما أضيع الوقت. أختتم هذا المبحث بقصيدة تحريضية للشاعر ناجي القشطيني يقول يا أيها العربي قم واقدح زنادك ينقذك وافتح طريقك بالظبا فبغيرها لا ينصرف. وخذ الحقوق بقوة أو مت عزيزا واستمر. هكذا وظف الشعر ووظفت جريدة العقاب لتحريض الرأي العام العراقي باتجاه الثورة ضد بريطانيا. المبحث الثالث ووحدة الشعب المصري في ثورة 1919 وتراءى على وحدة العراقيين في وحدة العراق. الحقيقة المشكلة الطائفية في مصر وفي العراق نفسها. هناك طائفية في العراق وهناك
طائفية طوائف وليس طائفية طوائف في العراق وطوائف كيف تعامل ثورة 1919 في هذا الاتجاه. أعتقد أنا ما متمرس في التاريخ المصري لكن قال إنه كانت هناك فتنة في عام 1911 هناك صحف قبطية وهناك صحف إسلامية وهناك مؤتمر قبطي وهناك مؤتمر إسلامي واغتيال أحد الوجهاء اللقباط المحسنين كان له تأثير كبير لكن حين اندلعت الثورة كانت هناك شعارات مثل عاشت الوحدة الإسلامية المسيحية الدين لله والوطن للجميع عاش الهلال مع الخصيب القساوسة يخطبون في المساجد والأئمة يخطبون في الكنائس في العراق نفس الشيء لدينا شيعة وسنة ماذا حدث؟ مقدمات الثورة هذه التجربة اقتبسها العراقيون السنة يذهبون إلى مساجد الشيعة ويحتفلون هناك يقومون مجالس العزاء هناك لدينا في العراق موالد نبوية يقوم فيها السنة ومجالس عزاء يقومون فيها الشيعة نفس الشيء الشيوخ الشيعة يذهبون إلى مساجد السنة ويقيمون المواليد وشيوخ السنة يذهبون إلى مساجد الشيعة ويقومون التعزية هذه وحدت العراقيين هذه التجربة اقتبسناها من مصر الكنائس والذهاب الأئمة وهكذا الخطاب نفسه الخطاب الوحدة هناك موظف اسمه عيسى عبد القادر في احتفال جامع الحيدر الثاني ألقى قصيدة هذه القصيدة كان لها تأثير كبير في ذلك الوقت ماذا يقول هذا الشعر؟ تفرقنا شعبين وافترقنا فأصبحنا جميعا صاغرين وأسلمنا بأجمعنا لقوم بغاة ومطغاة جائرين حقيقة هذه القصيدة ألهمت حماس العراقيين فبدأت تخرج مظاهرات القوات البريطانية أبعدوا هذا الموظف نفوه إلى البصرة من بغداد إلى البصرة يعني بين بغداد والبصرة شلون بين القاهرة وشرم الشيخ نفس المسافة فطلعت الجماهير تستنكر هذا العمل هناك صحفي مسيحي اسمه رفاعي بطي فدز رسالة زعماء الحركة الوطنية في ذلك الوقت يقول انظروا ما صنع زعز بغلول في خدمة بلادك ومجدوا عملك في الوحدة المصرية الشاخصة أمامنا بكل جبروت وقارنوا بين عمله وعمل الذين لا يكفيهم تعدد الأديان يقع على أرض الوطن حتى قاموا يريدون تعدد المذاهب وتمزيق وحدة البلاد بأكثرية داخلية ليمعنوا في إضعافها ولتسير في حرق الخصم الطامع هكذا كان الخطاب انه نستخلص من تجربة مصر في محاربة الطائفية في هذا المجال المبحث الأخير اللي راح أصدمكم به رمزية سعد زغلول لدى العراقيين عقب ثورة 1919 الحقيقة خلال المحاضرات السابقة الجلسات السابقة دائما أسمع من الأساتذة الصحفيين الحضور المثقف الجميل في مصر يقولون في مصر يحبون البطل يعبدون الزعامة وهكذا الآن من صحف عراقية راح أجيب لكم شلون احنا بالعراق نعبد الصنم اكثر من المسلمين. سعد زغلول شلون نحب سعد زغلول؟ في عام 1927 توفى سعد زغلول. قامت الدنيا ولم تقعد في بغداد. زين سعد زغلول شو تسوي لكم معه؟ خادم مصر، خدم العراق معه. لكن كيف نظرت له الصحافه العراقيه؟ راح مقتبسات من أقوال الصحافة العراقية بحق سعد زغلول ورمزيته في صحيفة السياسة العراقية صحفي يصف سعد زغلول قائلا كان بطل من أبطال الدنيا وعظيما من عظماء العالم الذين يبعثهم الله إلى عباده رحمة للعالمين سواء نبي في صحيفة أخرى اسمها العالم العربي في القصد في بغداد يقول عن سعد زغلول بطل القرن العشرين بطل الإصلاح الاجتماعي بطل النهضة الشرقية بطل المبادئ المعصومة من الغايات النفسية والمنفعة الذاتية بطل الصدق والإخلاص
في وصف في جريدة أخرى اسمها الزمان، يصف الصحفي آخر زعيم النهضة الوطنية وبطل قضية العرب الكبير. أكو عراقي آخر يذهب بعيداً إلى القول إن سعد خلق مصر وبعثها من نهجها. جريدة أخرى تقول يؤلف أمة يعني يصف سعد منه يؤلف أمة بأسرها في شخصه. هذه جرائد عراقية في عام 1927. جريدة أخرى تقول إن سعد رجل لم تنجب مصر نظيره في العصور الحديثة. صحيفة أخرى هو أبو الأمة المصرية ومنقذها وعنوان مجدها ورمز آمالها والطود الشامخ الذي أسند ظهره في ساعات المحن والكهف الذي لجأت إليه في الأيام العصيبة. صحفي آخر يقارن وإذا أعدد رجال العصر يوما فسعدا واحد في مقام ألف. وأطلب العراقيون في إعجابهم بزعيم مجلة ثمرة 1919 فحدهم وصفه زعيم مصر ورجل الشر وزعيم النهضة المصرية. وبهذا أنهي بحثي وشكرا لإصغائكم. شكرا شكرا للدكتور عبد الله العتابي الذي أتحفنا ببحث قيم حول أثر ثورة سعد زغلول 1919 في العراق وفي ثورة العشرين انطلاقا من عنصرين أساسيين هما انعكاس ثورة سعد زغلول في الصحافة العراقية وقد قدم نماذج من ذلك، وأيضا في وسيلة هي أيضا وسيلة أدبية وإعلامية وهي الشعر مقدما نماذج وعينات. ولا شك أن بحث عميق حول هذا الموضوع يمكن أن يكون وافيا ويعطينا نماذج أخرى. أعطي الكلمة الآن للدكتور عصام الغريب والذي سيحدثنا حول موضوع ثورة 1919 في فلسطين. وعصام الغريب هو حامل دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر متخصص في تاريخ العالم العربي. يتفضل مشكورا. شكرا جزيلا لكل التحية والتقدير لحضراتكم والزملاء والأساتذة. حضرتك هو الموضوع كان في الأساس عن ثورة 19 وصداها في الصحف الفلسطينية، ولكن يعني كان في مشكلة بسيطة كده يعني ما هي مش بسيطة ولا حاجة يعني، ولكن الأعداد الكتب يعني كان متوقع إن أنا أجدها في دار الكتب المصرية للأسف ما وجدتهاش. حبيت أرجع لها بعد 15 سنة، أنا كنت سألت عليها قبل كده يعني، لكن للأسف فيها مشاكل. وأنا بنتهز الفرصة يعني بنداء من يعني وزارة الثقافة باعتبار يعني دار الكتب التابعة لوزارة الثقافة، فنداء يعني يعني ننقذ ما ينقذ وفاز من هذا التراث. فتعديل بسيط على الموضوع، أصبح يعني ثورة 19 وفلسطين بشكل عام. ثورة 19 وفلسطين طبعا الاحتجاجات والمظاهرات ما بين ثورة 19 وفي مصر طبعا وفي فلسطين المظاهرات والاحتجاجات كانت متزامنة، وده بيدينا إشارة قوية أن هناك تأثيرا كبيرا متبادلا، خاصة طبعا تأثير قوي لثورة 19 باعتبار طبعا التجربة المصرية وثورة 19 تجربة ملهمة للشعوب العربية الرازقة تحت الاحتلال. هبتدي مع حضراتكم هذا البحث بمقولة أو فقرة ذكرها الجنرال اللمبي في تقرير أرسله
وزارة الخارجية أو وزارة الخارجية البريطانية في 4 إبريل 1919. بريطانيا لم تجد أفضل من الدور آسف الجنرال الليمبي لاستدعائه من فلسطين للقضاء على الثورة المصرية ومواجهة ثورة 1919 للشعب المصري، وده ليه طبعا استنتاجات ودلائل كثيرة. الفقرة دي ذكرها في تقرير أرسله كما ذكرت للحكومة البريطانية في 4 إبريل 1919. جاء في هذه الفقرة إن الحركة مقصود اللي هي ثورة 19 حركة الجماهير المصرية بدأت تؤثر في سوريا وفلسطين بالإضافة إلى تأثيرها في مصر، وأن الخطر الحقيقي جسيم جدا. يكفي أن نعلم أن هذه الفقرة التي ذكرت في هذا التقرير سبقها تقرير قبل ذلك، ولكن تركات أو يعني لم ترسل الحكومة البريطانية ردا على تقرير الجنرال الليمبي فعجل بالتقرير الثاني، وده مؤشر مهم جدا طبعا ان الاحداث في مصر كانت مشتعله للغايه، وكانت يعني في خطر كبير جدا على مكانه ومركز بريطانيا في هذه المنطقه، وايضا هذا التاثير بدا يمتد الى فلسطين. ويبدو طبعا ان يعني الجنرال الليمبي كان يعني بالاضافه لمهارته العسكريه كان له حنكه سياسيه، وكان طبعا تم استدعائه لمهارته العسكريه وخبراته العسكريه الى اخره، وشدته في مواجهه الثوره المصريه، ولكن يعني تمتع بذكاء سياسي وربما يحتاج الى دراسه خاصه يعني. وموقفه طبعا تجاه الثوره المصريه وكشخصيه عامه شخصيه طبعا سياسيه وعسكريه مهمه جدا في التاريخ البريطاني، اللي لها طبعا علاقه قويه جدا بالمنطقه العربيه. البحث الخاص بي طبعا انا بقسمه لثلاث اجزاء سريعه. الجزء الاولاني خاص فتره تمهيديه مش هستفيد فيها قوي عشان الوقت، لان طبعا يعني حضراتكم يعني عندكم يعني معلومات اكثر مني في هذا الجزء. والعنصر الثاني او الفقره الجزء الثاني من الدراسه خاصه بال كيفية انتقال الثورة المصرية إلى الداخل الفلسطيني. وأخيراً طبعاً الجزء الثالث والأخير من الدراسة خاصة بتأثيرات والنتائج السياسية والاقتصادية لثورة 19 على فلسطين. يمكن من يعني ملخص للتمهيد عشان ما استفدش فيه، لأن كلها معلومات طبعاً معروفة لحضراتكم، إن طبعاً الثورة 1919 من المعلوم طبعا انها لم ترفع شعارات عربية، كان هو شعارا وطنيا الاستقلال التام، ولكن هناك عوامل كثيرة يعني تجعلنا انه هناك بالفعل سوف يكون تأثيرا كبيرا متبادلا ما بين الثورة 19 والداخل الفلسطيني، أو يكون لها تأثير قوي على الداخل الفلسطيني، لأن المشروع أولا طبعا تحديات مشتركة كثيرة، الجوار ما بين فلسطين ومصر، الخطر الصهيوني طبعا كان خطر ليس على فلسطين فقط، ولكن كان طبعا يستهدف مصر أيضا بصورة كبيرة، وكان عنده طبعا يعني الحركة الصهيونية كان هناك لديها تصور يعني كبير جدا خاص بمصر في المشروع الصهيوني، ودور أهمية مصر في هذا المشروع سواء بالسلب أو بالإيجاب طبعا بمنظور الحركة الصهيونية. بالإضافة إلى أن الدول العربية أو المنطقة العربية كلها كانت راسخة تحت خطر واحد، تحديات مشتركة وخطر الاحتلال، ولكن الأمر كان معقد بعض الشيء بالنسبة طبعا لفلسطين بوجه خاص.
بنكهه دلوقتي طبعا بالاضافه للخطر الصهيوني ووجود ايضا الاحتلال البريطاني، فكانت في اشكاليه كبيره جدا بالنسبه للوضع الفلسطيني. ولكن على اي حال انا هنتقل للجزء الثاني سريعا في الدراسه، وكيف انتقلت الثوره المصريه ثوره 19 الى الداخل الفلسطيني، وكيف استفادت فلسطين والحركة الوطنية الفلسطينية الناشئة من ثورة 19 ونتائجها وإفرازاتها السياسية والاقتصادية المختلفة. أنا عندي في أول عامل أو أول نقطة للدوريات والصحف والمجلات، وعلى عكس صديقي العزيز في العراق يعني هو ما وجدش جريدة الإعقاب، لكن انا كان يعني متوفر بعض الاعداد البسيطه من الصحف الفلسطينيه، كان في طبعا صحف لكن اللي قدرت احصل عليه هي بعض الاعداد البسيطه جدا، بالاضافه ان الصحف المصريه كان ليها مراسلين فلسطينيين في الداخل الفلسطيني، ودي جزئيه برضه كانت مهمه جدا. وتناولت الصحافه بعض الاعداد اللي انا طلعت عليها كان تناولت الثوره المصريه بتفاعلاتها والحراك الجماهيري بصوره يعني كبيره بقدر المقالات اللي انا قدرت يعني اعثر عليها او يعني حصلت عليها. الدوريات المصريه ايضا طبعا اشارت كانت بتشير بردود الفعل بالداخل الفلسطيني، ويعني بعض المقالات اشارات مهمه جدا برؤيه الفلسطينيين للثوره المصريه. غير الدوريات الفلسطينيه عندي الفلسطينيون اللي كانوا عايشين في مصر. كان طبعا من اشهرهم محمد علي الطاهر وخليل السكاكيني. دول طبعا انا بالنسبه لي يعني ادعي انا لو شفت لو حطيت ايدي على اسمائهم ما مش عارف مين الشخصيات دي، فدي ربما يعني نداء ان حته توثيق الصور للشخصيات الوطنيه. يعني انا بل بيلتبس علي الامر في بعض الصور الشخصيات حتى المصريه الوطنيه، زي مثلا هنجيب محمد محمود، حمد الباسل، عبد العزيز فهمي، شعراوي الى اخره. يعني بعض الشخصيات يعني لو شفت صورها ممكن ما اقدرش احددها، فهي يعني ان ده ممكن الفكره نوثق الشخصيات الوطنيه اللي هي مش معلومه قوي لينا نوثقها، طبعا دي من ناحيه يعني بتفيد من ناحيه التوثيق والوعي الى اخره. فمن اشهر الشخصيات الفلسطينيه اللي كانت موجوده في مصر في تلك الفترة كان عندي خليل السكاكين ومحمد علي طاهر. خليل السكاكين كان شغال في مصر، يعمل في الإدارة التعليمية المصرية أو في يعني في وزارة المعارف. اشتغل فيها من يعني عمل فيها من 1920 ل 1922 ك يعني مدرس للغة العربية. ومحمد علي طاهر صحفي مشهور جدا يعني صحفي فلسطيني وليه دور كبير جدا في القضية الفلسطينية. فده كان ايضا وسيله كانت مهمه جدا في نقل اخبار الثوره المصريه ثوره 19 الى الداخل الفلسطيني. طبعا من خلال هم مطلعين بالفعل موجودين في مصر، فمن خلال طبعا سفرياتهم الى فلسطين والى بلاد الشام ذهابا وايابا ومقابلتهم للاقارب والاهل والاصدقاء الى اخره. وغيرهم طبعا من الفلسطينيين كانوا عايشين في مصر. ده كان طبعا بين الاخبار الثوره المصريه الى الداخل الفلسطيني. وطبعا هنشوف يعني هيشكلوا بعد كده عندنا ما يسمى باللجنه العربيه الفلسطينيه او اللجنه الفلسطينيه العربيه في 21، يعني في خضم يعني الثوره المصريه، يعني شعار الثوره المصريه يعني نقول بان هم بيستفيدوا بهذا الحراك الجماهيري الثوري في مصر، ويبتدوا عشان يخدموا على القضيه الفلسطينيه ويبتدوا يؤسسوا لما يسمى باللجنه العربيه الفلسطينيه. عندي الثاني برضه الوفود الفلسطينيه والسوريه الى مصر. الوفود الفلسطينيه والسوريه طبعا يعني نقطه مهمه جدا برضه ان في الوقت دوت
سوريا يعني كان الفكر هنا الاتحاد السوري العام، يعني كانت دي فكرة الدولة العربية المستقلة للمشرق العربي أو الدولة السورية الموحدة، دي كانت الفكرة اللي كانت موجودة. لكن طبعا بعد موضوع يعني أنا ما بديش طبعا أستطيل في التمهيد، حضراتكم عارفين يعني قبل السيد سبيكو وتصريح فبراير وقبليها طبعا محادثات الشريف حسين ومهول إلى آخره، فما استطعتش فيها. طبعا كان ده كان الاستراتيجيه الاستعماريه في الوقت ده ما بين فرنسا وبريطانيا تقسيم هذه المنطقه. وبعد طبعا ما بدات الامور تتضح للرجال الحركه الوطنيه سواء في فلسطين او في سوريا او في لبنان، بدات طبعا يعني تنفصل هذه يعني القويات، بعض الشيء بدا يعني ينشغلوا بقضيتهم الوطنيه الخاصه بهم. فكان في الوقت دوت الوفود اللي كانت تشكل كان فيها فلسطينيين وكان فيها سوريين ولبنانيين، كان عاده تمر بمصر عند سفرها الى سواء طبعا يعني بريطانيا او في الى باريس او اوروبا بشكل عام، كانت بتمر بمصر في ذلك التوقيت. وده كانت وسيله برضه اخرى بيعرفنا ازاي الاخبار كانت بتنتقل ايضا اخبار الثوره المصريه سنه 19 الى الداخل الفلسطيني. لان في الوقت دوت زي ما حضراتكم عارفين هي دي كانت وسيله يعني وسائل الاتصال، ما كانش زي هذا التوقيت يعني زي الاحوال اللي احنا بنعيشها حاليا. فكانت عمليه انتقال الخبر نفسه كان فيه صعوبه او مشكله، بالاضافه طبعا محاولات بريطانيا مختلفه في الرقابه والمنع الى اخره. هنتقل مع حضراتكم سريعا للجزء الثالث من الدراسه وهو تاثيرات ونتائج سياسيه خطيره لثوره 19 على فلسطين. اول نقطه عندي تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع بريطانيا، ودي رصدتها طبعا من خلال المقالات اللي ذكرت في بعض الصحف الفلسطينيه. هي تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض كمثيله في مصر، كما حدث طبعا موضوع التوكيلات اللي حدثت مع سعد زغلول وتشكيل الوفد المفاوض، حدث نفس الشيء في فلسطين وذكر يعني سواء بتلميحا او مباشره في بعض الاعداد في الصحف الفلسطينيه بشان هذا الموضوع. بدات تشكل عندي ما يسمى بالجمعيات المسيحيه الاسلاميه في 1918 في فلسطين، ودي كانت نواه اول حركه وطنيه فلسطينيه. وبدا هنا طبعا بعد ما راوا مع موضوع سعد الزغلول وتشكيل وفد موحد للتفاوض الى اخره، بداوا يدعوا ايضا لتشكيل يعني وفد موحد من الجمعيات المسيحيه اللي كانت متفرقه، كان ليها مراكز في كل مدينه فلسطينيه. فاتفقوا ان هم يعملوا جمعيه عموميه لهم في مدينه القدس، ويبتدوا يشكلوا وفد يتفاوض ايضا ويطلب من الحاكم العسكري. طبعا كانت فلسطين في هذا التوقيت تحت الاداره العسكريه البريطانيه من 17 اسف من يعتبر يعني 18 الى 20، وبعد 20 ل 22 كان اداره تبتدي اداره مدنيه تحت طبعا اداره المندوب سامي هربرت صموئيل في الوقت دوت، اول مندوب سامي صهيوني يهودي طبعا معروف صهيونيته وعلى فلسطين كامل. ولكن كان فلسطين في هذا التوقيت تحت الاداره العسكريه، فذهبوا الى الحاكم العسكري زي يعني مثل ما حدث في مصر تماما. ذهبوا الى الحاكم العسكري وطلبوا ان هم يسافروا لعرض مطالبهم الوطنيه او مشاركه الوفود، يعني حتى مشاركه الوفود السوريه بشكل عام لعرض مطالبهم طبعا في مؤتمر الصلح وفي التسويات ما بعد الحرب العالميه الاولى. قبل طبعا الطلب بالرفض كان مسيره في مصر. والكلام ده كان في 5 مارس 1919، واندلعت ايضا بعض المظاهرات والاحتجاجات، ولكن لم تكن طبعا بالصوره القويه مصر. وليه؟ يعني على تفسير وجهه نظري اعتقادي ان بريطانيا سمحت للملك اسف للامير فيصل في هذا التوقيت بالسفر
الى مؤتمر الصلح في باريس، وهو طبعا كان مهادنا لدرجه كبيره جدا، وفي يعني هذا ما فيه كلام كتير. فاعتقد ده عمل نوع من التخدير بعض الشيء للمظاهرات والاحتجاجات في الداخل الفلسطيني. هي يعني التاريخ طبعا مش لو يعني فيها جدل الموضوع، لو هل لو اتبعت بريطانيا نفس الاسلوب قبل يعني انها تعتقل سعد الزغلول وتنفيه الى جزيره مصر، هل لو اتبعت نفس الاسلوب واستدعت احد السياسيين او الامراء من الاسره المالكه كمسيره وسمحت لهم بالسفر، هل كان ممكن تخدر بعض الشيء اندلاع مظاهرات او خلافه؟ يعني هي يعني مطروح للنقاش. النقطة الثانية المهمة جدا طبعا تأسيس حزب الاتحاد السوري في 1919 واللجنة العربية الفلسطينية اللي أشرت إليها في 1921 في فلسطين برئاسة محمد علي الطاهر وخليل السكاكين، كل دوت استغلال طبعا مهم جدا واستفادة من جانب الفلسطينيين للوضع والحراك الثوري الجماهيري الموجود في الداخل المصري. وبعد كده محمد علي الطاهر بيصدر جريده مهمه جدا في التاريخ، هي جريده تسمى جريده الشورى في سنه 1924. طبعا انا يعني الموضوع ده في كلام كتير طبعا، لان في الوقت دوت الحركه الصهيونيه بدا طبعا ادراكها لقيمه مصر واهميتها الوقت ده لقيمة يعني مصر وأهميتها في المشروع الصهيوني، طبعا بدأ تنفيذ القرارات على سبيل المثال لوايزمان في الوقت دوت لمصر عقب سنة 18 في أعقاب طبعا تصريح بلفور للدعاية للقضية للحركة الصهيونية وإلى آخره، وكان يدرك فعلا قيمة مصر وأهميتها في هذا المشروع، وجه زيارة إلى مصر وبدأ يعني يتشاور مع يعني بعض الجماعات او بعض الافراد اليهود في مصر، وده برضه ممكن حاجه مطروحه للبحث اللي هو موقف يهود مصر من ثوره 19. فاعتقد ان طبعا في بعض الابحاث يعني او دراسات رصدت يعني، لكن في يعني ما فيش يعني اعتقد دراسه موثقه مباشره حول هذا الموضوع، هو مطروح للبحث. ايضا بطرح موضوع اخر ممكن يطرح للبحث، وهو موقف الحركه الصهيونيه من ثوره 19. رؤيتها ليها موقفة ايضا يعني ممكن تبقى يعني حاجة مطروحة للبحث. فطبعا كانت في الوقت دوت استغلت الحرب الصهيونية ايضا في ذلك التوقيت هذا الحراك وخلافه، وبدأت ايضا تنشئ بعض الجرائد او المجلات التي يعني تدعو للصهيونية بشكل مباشر وغير مباشر، زي في عند المجله الصهيونيه وعند الاتحاد الاسرائيلي وعند طبعا بعض الشخصيات زي ليون كاسترو وخلافه. طبعا دي وده يفسر لنا برضه ان اللجنه العربيه الفلسطينيه او الفلسطينيين في مصر دي حركه مضاده، يعني هم كانوا عندهم وعي كبير جدا لانهم اهل القضيه في الاول. الفلسطينيين كانوا مدركين جدا هذا الخطر عكس النخبه السياسيه المصريه وحتى المثقفه. في هذا التوقيت لم يكن هناك وعي كبير او وعي حقيقي بخطوره المشروع الصهيوني في فلسطين وخطره على مصر. بنتقل سريعا، فكره تاسيس وتشكيل زعامه وطنيه فلسطينيه ايضا تناولتها الصحافه الفلسطينيه تمثيلتها في مصر وزعامه سعد الزغلول وبعض الوطنيين المصريين للحركه الوطنيه المصريه. طبعا كان سعد الزغلول بيمثل طبعا الزعامه واضحه. الفلسطينيين طلبوا ايضا في فلسطين ايضا وجود زعيم وقائد وطني يتصدر الحركه الوطنيه الفلسطينيه، وده كان يعني رصدته في مجله تسمى مجله روضه المعارف، كانت تصدر في القدس تابعه لاحدى المدارس في مدينه القدس، وكان ليها طبعا طلبه كشافه، كان ليها حصل بعض الاحتكاكات بين هؤلاء الطلبه ومع الجنود البريطانيين اثناء بعض المغارات والاحتجاجات في مدينه القدس، وحصل اعتداء عليهم، والمجله تناولت هذا الاعتداء باشاره قويه جدا وقالت ان هؤلاء الشباب وهؤلاء الطلاب سوف يحفظون لبريطانيا هذه الذكرى ويحفظون للجنود البريطانيين هذه الذكرى السيئه. واعتقد ان هذا الجيل هو اللي قام بالثوره المسلحه في
1936 ضد بريطانيا، لأنها كانت ثورة مسلحة مباشرة ضد الاحتلال البريطاني وضد بريطانيا. لأن في هذا التوقيت برضو توضيح أن الحركة الوطنية الفلسطينية كان الخطر الصهيوني بالنسبة لها هو يعني هو مصدر يعني مصدر الخطر، كان يعني لا كانش في إدراك حقيقي لخاصة للنخبة الوطنية المصرية النخبة الوطنية الفلسطينية لحقيقة الخطر الموجود في فلسطين، وأن الاحتلال البريطاني هو العدو الرئيسي وليس الصهاينة. لكن طبعا الصهاينة هم العدو المباشر والاحتلال البريطاني هو العدو الرئيسي لفلسطين، ولذلك قامت الثورة بعد ذلك في 1936 عندما حدث نضج داخل المجتمع الفلسطيني وحصل وعي حقيقي بحقيقة الخطر المتمثل ضد فلسطين. عند سريعا اخر في ناحية سياسات بريطانيا دول الثورة المصرية والحركة الوطنية الفلسطينية، نلاحظ ان كل يعني السياسات والتكتيكات اللي استخدمتها بريطانيا هي نفسها اللي استخدمتها ايضا في مواجهة المظاهرات والاحتلالات داخل فلسطين. وده طبعا يعني تفسيره بسيط لانها احتلال واحد طبيعته واحدة، بريطانيا هنا يعني بريطانيا هناك، ولكن هنا الملاحظه ان كان هناك تزامن مهم جدا يعني في يعني في اتباع تلك التكتيكات وتلك السياسات، سواء طبعا بالمواجهه العسكريه او بارسال تشكيل يعني لجان تحقيق التفاوض وارسال وفود للمفاوضات، كل ده نوع من تخدير الثوره بشكل عام. هاي سريعا في التاثيرات والنتائج الاقتصاديه والاجتماعيه لثوره 19، انا اسف للاطاله والبحث في نتائج يعني مهمه جدا وكثيره. سريعا في دقيقتين يعني دقيقتين عندي تاثيرات ونتائج اقتصاديه. استغل طبعا الوضع يعني الفلسطينيين استغلوا هذا الحراك الجماهيري وثوره 19 واستفادوا بتخصيص مخصصات ماليه واعانات ماديه للمسجد الاقصى والمخصصات الدينيه والقائمين على خدمتها في ذلك التوقيت. فكره تاسيس فرع البنك مصر في فلسطين، انا رصدت في احدى الجرائد المهمه جدا مجله تسمى بالمجله السوريه، المجله التجاريه السوريه الامريكيه، كانت تظهر في نيويورك في 1920 وقبل يعني في بدايه تأسيس بنك مصر، كان مقال خطير جدا ومهم جدا لمحب الدين خطيب، أشار فيه ودعا فيه إلى تأسيس بنك مماثل زي بنك مصر اللي هو في تمهيد لإنشائه، إنشاء بنك مثيل في سوريا بشكل عام، يعني يكون في خدمة منطقة بلاد الشام بشكل عام. وبعد كده طبعا في سنة 25 حدث طبعا مفاوضات ويعني في زيارتين لطلب حرب لفلسطين في هذه السنة، طبعا كان في محاولات فعلا بالفعل لتأسيس بنك يعني فرع البنك المصري في فلسطين، لكن لم تنجح الفكرة لأسباب طبعا مختلفة ومنها تدخل اليهود في مصر بالإضافة إلى أسباب أخرى. النقطة مهمة جدا في البداية خالص إن في الوقت دوت بعد الحرب العالمية الأولى الاقتصاد العالمي كان منهكا بدرجة كبيرة، وبالتالي هنا كانت بريطانيا وفرنسا يعني الدول العظمى كانت حريصة إنها ما عندهاش استعداد يعني لوجود أيضا يعني نوع من القلق السياسي والعسكري في المنطقة، ولذلك كانوا حريصين إن هم يقبضوا كل عنف وكل قوة على أي ثورة في المنطقة. وأخيرا كان في بعض طبعا يعني النتائج المهمة وتأثيرات والنتائج المهمة، ولكن هنهي بمقولة أخيرة، فكرة واحدة هذه مقولة أخيرة دي الخاتمة من مقال خليل السكاكين بجريدة السياسة 2 مارس 23 بيقول فيها: جئنا مصر فنزلنا منها منزلة الأهل وعشنا على فضلها، يكفي أن بذاءنا العقلي والروحي يصنع فيها فكتبها كتبنا وصحافتها صحافتنا وشعرها شعرنا، يسرنا ما يسرها ويؤلمنا ما يؤلمها. شكرا جزيلا لكم. شكرا للدكتور حسام المغربي الذي قدم لنا عرضا افضى الى خلاصه مركزيه اساسيه
وهي تأثير سعد زغلول على الحركة الوطنية الفلسطينية. أعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا في عرضه القيم. الآن مع مداخلة الدكتور إسعاد الهلالي حول موضوع ثورة 1919 في مصر، مسار مطلب الاستقلال عند سعد زغلول والأمير خالد في الجزائر. الدكتور الهلالي إسعاد هو أستاذ محاضر بجامعة سطيف في الجزائر، متخصص في تاريخ الجزائر 1830-1982. له مؤلفات ومشاركات في ملتقيات دولية ووطنية في مجال تخصصه، رئيس فرقة بحث الجيش الفرنسي وأساليب الإدارة الجماعية للجزائر للجزائريين، مختبر المجازر الاستعمارية، رئيس فرقة بحث وأبحاث في تاريخ المقاومة الوطنية والثورة التحريرية، فليتفضل مشكورا. إذن مساء الخير مرة ثانية، ونشكر المجلس الأعلى للثقافة على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر، اللي يتعلق بثورة 1919. والحقيقة أن سعادتنا أيضا لها علاقات تاريخية مع إخوتنا في مصر وفي كل البلدان العربية، فسعيد جدا بحضوري هنا مع زملائي وأصدقائي في مصر مثل الدكتور بدوي رياض الحاضر معنا، وهناك الكثير ممن نعرفهم ويحضرون إلى الجزائر. إذا السيد الرئيس، زملائي الأساتذة، الحضور الكريم، المداخلة في الحقيقة يعني لم أحضر لها بشكل منذ شهر ديسمبر إلى اليوم، لأنه الموضوع يحتاج إلى أكثر وقت أولاً. ثانياً، لما وضعت المداخلة يعني من المفروض أن تكون فيه لقاء جزئية مسطرة لهذا الموضوع وبحث يكون عميق، ولكن المشكل الذي صادفته هو حقيقة قضية علاقة الثورة وتأثيرها. يعني لم يكن هناك تأثير مباشر على الجزائر بالنسبة لهذه الثورة، ولكن الأحداث بالنسبة لهذه الثورة 1919، إن كان الزملاء بالأمس وقبل أمس تناولوا كثيرا قضية سعد زغلول وتعريفه، نشاطه، مختلف جوانب حياة الرجل وتأثيره. ولكن أنا شخصيا لما قرأت لسعد زغلول وللأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، لأن الأمير خالد هو من بين الشخصيات اللي كانت بارزة في الجزائر، كما كان جده رائدا للمقاومة الشعبية في بداية الاحتلال 1830، أيضا حفيده وصل في نفس النهج، رغم أنه حفيده من مواليد سوريا 1875، لكن ميلاده وتنقل العائلة في 1892 للجزائر مرة ثانية يعني أعطى للرجل قوة وأعطى للرجل دفع آخر لتكوين شخصيته فيما بعد. وكذلك النقطة الأخرى في حياة الرجل ربما يختلف نوعا ما عن سعد زغلول، وهو أنه دخل الكلية الحربية سانسير العسكري الفرنسية، تخرج برتبة الضابط وشارك في الحرب العالمية الأولى. إذن مسار استقلال بين الرجلين، أنا شخصيا بالأمس وقبل أمس لم أجد يعني تركيز حول الحرب العالمية الأولى، يعني معظم ما قيل لا أعرف يعني ما حضرتش بعضها، ولكن الحرب العالمية الأولى عند الدارسين يعني فيه تأثير كبير في أولئك السياسيين الذين ظهروا بعد الحرب العالمية الأولى. يعني نتائج الحرب
ومسارها. لماذا؟ لأنه مسار الحرب العالمية الأولى بالنسبة للدول التي كانت مستعمرة مثلا الجزائر وحتى بالنسبة لمصر، ولكن كان في اختلاف بين لا بروتيكسيون أو الحماية في مصر والاستعمار في الجزائر، لأنه احنا بدأ قبل في 1930 وفي مصر 1882، وبالتالي فيه اختلاف في المدة الزمنية وحتى في الوقائع، يعني لأن هناك احتلال العسكري، رد فعل العسكري، في مقاومات شعبية، في تقتيل، في كذا، يعني مسار طويل جدا. والأهم هو الاستيطان، يعني المستوطنين الكولون، يعني بالنسبة لنا كباحثين اعتبرناه أخطر من الاستعمار. إذا فالحرب العالمية الأولى، الحضور الكريم، بالنسبة لهذه المداخلة وجدت بأنه بالنسبة لي سعد زغلول أو الأمير خالد، لما أقول الثورة 19 أو دور الأمير خالد في 19، أول نقطة أو اللي يعني اللي ركزت عليها هي قضية معاهدة الصلح. مداخلة انطلقت من اشتراك الرجلين في حدث تاريخي بارز، وهو مشاركتهم في مؤتمر الصلح في 1919 مع وفود أخرى عربية. هذه النقطة الأولى. ثانيا، لما نرجع للحرب، كيف استطاع هؤلاء أن يعني يخطوا هذه الخطوة؟ قبل 1919 و14 كان هناك خوف، كان هناك استعمار جاثم، قوة عسكرية خاصة في الجزائر. فلما جت الحرب العالمية الأولى، انهزام فرنسا وبريطانيا في الحرب وعدم قدرتهما على صد أو مواجهة الخطر الألماني، لولا لأنه نعرف بأن الحرب الخنادق اللي كانت بين الطرفين وسلسله معركة المار، لولا تدخل الأمريكان أو الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 1917، لولا تدخل هذا الطرف لما تغيرت معادلة القوى، يعني الألمان كانوا في خطوة نحو الانتصار. لذلك هذه الشعوب اللي كانت مستعمرة وسياسيها والحركة الوطنية بدأت تستقبل بوادرها، يعني لاحظوا بأنه يمكن يعني مواجهة هذه الدول، ويمكن استغلال الظرف اللي كان في الحرب العالمية، لأنه تاريخيا الألمان في دعاية الألمان مثلا في الجزائر، هناك دعاية للتخلص من فرنسا، يعني عليكم باستغلال الفرصة وفعل ما يمكن فعله من أجل أنكم تتخلصوا من الاستعمار الفرنسي. وهذه نقطة مهمة جدا في ما يسمى ببروز الحركة الوطنية في عقب الحرب العالمية الأولى. إذا لما انتهت الحرب جاءت الفرصة بالنسبة للأمير خالد ولسعد زغلول، فالثورة في مارس 19، وطبيعة الحال هي مطالب سعد زغلول طالب بالاستقلال، طالب بإنهاء الحماية. نفس الشيء بالنسبة للأمير خالد، الأمير خالد لما انتهت الحرب العالمية الأولى أيضا مع الوفود، هو أربعة من أعيان منطقة الجزائر شاركوا في الوفد اللي سافر إلى باريس وكتبوا عريضة إلى الرئيس بودر ويلسون، لأن الحرب العالمية الأولى فيها نقطة الانهزام الدول الكبيرة، وفيها نقطة بروز ما يسمى بحق الشعوب في تقرير مصيرها. البنود 14 بين بنود حق الشعوب في تقرير مصيرها اللي لعبت على نفسية الشعوب اللي كانت مستعمرة، بل زادتهم حماسا بالمشاركة في الحرب، لأن الجزائريين عدد الضحايا بعد الحرب تقريبا أكثر من 150,000 ممن أكثر تقريبا، لأنه الأمير خالد ذكر مئات الآلاف، ولكن ليس لدينا رقم يعني واضح. أمس الدكتور اللي قدمت من جامعة السوربون اللي قدمت المداخلة قال في النهاية نحن ما زلنا نبحث في الأرشيف ونبحث عن التاريخ هذا، لأنه احنا في مثلا الجزائر عن بروبليم في الأرشيف، الأرشيف الموجود في فرنسا، وهذا الأرشيف احنا دائما أغلب وثائقنا أو كتابتنا ننقلها من الوثائق المؤرخين الفرنسيين، وإن كان فيه نهضة جديدة بالنسبة لي كتابة التاريخ، يعني لم تخلص بعد من الإرث الاستعماري، هذه حقيقة يعني لا يمكن أن نخفيها، لأنه الباحث والمؤرخ يجب أن لا يحكم بعاطفة يقول نحن كتبنا ووصلنا وعملنا، لا، الباحث يتحدث بطريقة موضوعية، لوبجيكتيفيتي، ولا يحكم، يعني
من حكم الأحكام المسبقة، وكان يغدى ما زال هناك إرث استعماري يعني متمسكا نوعا ما بجوانب متعددة، لأنه 130 سنة أو 130 سنة من الاستعمار لا يمكن التخلص عنه في 55 أو 58 سنة. إذا فما لاحظته أيضا كي أختصر فقط لأنه فيه مداخلة أخرى، أيضا ما وجدت أنه طريقة أو اللقاء بين الرجلين والدور باريس افتح المجال لمطالب دولية. يعني لما بعث العارضة وسعد الزغلول، لأنه سعد الزغلول تعرض لزبطك الصعوبات نفي عدة مرات ولم يسمح له وأخر ثم سافر، ولكن هذه الصعوبات من بريطانيا كانت ممنهجة لعدم الاتصال بالساسة وبكبار الموجودين في مؤتمر الصلح، وهما كان هدفهم الأمير خالد أو ويلسون أو سعد الزغلول هو الاتصال بالأمريكان. والدليل هو أن الأمير خالد منح العريضة للرئيس ويلسون عن طريق أحد ضباط الفرنسيين، ضابط فرنسي نوبل منح العريضة إلى كاتب سر الرئيس الأمريكي. إذن فهذه النقطة مهمة جدا في اشتراك الرجلين، يعني هناك نقطة أساسية، لكن من ناحية الاضطرابات لم تكن في الجزائر. يعني عقب الحرب العالمية الأولى لما نقارن مثلا الاستقلال بين الرجلين، في مصر كانت اضطرابات، كان ثورة، كان حركة، كان اضطرابات، كان حتى داخل بين السياسيين. في الجزائر لا، لما انتهت الحرب العالمية الأولى كانت الأمور هادئة، لأنه للحركة السياسية بعد الحرب العالمية الأولى، ومن بينهم أول منظمة سياسية أو حركة سياسية هي الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الذي أسس حركة النواب المسلمين الجزائريين. هذه نقطة مهمة جدا. أيضا من ناحية نكمل في القضية قبل ما ننساها، قضية دولية ومحلية. الاثنين مسألة الاستقلال عند الرجلين، لما بعث الأمير خالد إلى ويلسون طالب منه تقرير المصير، يعني الرسالة اللي بعثها الأمير خالد. وبالمناسبة بالنسبة للأمير خالد وسعد زغلول، وسعد زغلول لما بعث العريضة والمطلب الحماية كان القرار قد اتخذ، يعني لما وصل باريس ومؤتمر الصلح القرار اتخذ بتوقيع الحماية، يعني إبقاء الحماية، لأنه وقع مشكل في مؤتمر الصلح وظهرت القوة الفرنسية والبريطانية في تأكيد احتلالهم احتلالهم للدول هذه اللي كانت تابعة لها، ولم يكن هناك دور كبير للطرف الأمريكي. فالقضية بالنسبة للأمير خالد بعث العارضة، والعارضة لم يكن هناك رد. لما بعث العارضة إلى الرئيس ويلسون مع أربعة من أعيان العاصمة، العارضة فيها تذكير بماذا؟ سعد زغلول قال إنهاء الحماية، لكن الأمير خالد ذكر بوعد الاستسلام، لأنه لما احتل الجزائر في معاهدة جوية 1930 وقع الدي حسين معاهدة، والأمير خالد طالب الفرنسيين بتطبيق المعاهدة، لأن المعاهدة لما جاء دوبرمون قائد الحملة لما وقعها مع الدي، المعاهدة هي تختص فقط بالدي وبتأديب الدي ثم العودة إلى فرنسا، هذه محتوى المعاهدة مع إعطاء فرصة للدي وعائلته للسفر إلى أي مكان مناسب، لكن قضية الاحتلال لم يكن موجود يعني. وبالتالي الأمير خالد طالب بتطبيق معاهدة الاستسلام. لماذا تغلغلتم في مناطق أخرى؟ لماذا استعمرتم الجزائر؟ لأنه حملتكم في 1930 كانت بسبب ما فعله الداي حسين مع القنصل ديفال حيث مروح، فجئنا لنؤدي بالداي ثم نعود إلى فرنسا. لذلك الأمير خالد ذكره بهذه المعاهدة وذكره بالسياسة الفرنسية، قال أجدادنا ذكر جد الأمير عبد القادر قمنا بكذا بثورة الاستعمار الفرنسي، الاستعمار يعني جثم على كل شيء اقتصاديا، الضرائب، الأوضاع السيئة، يعني ذكر بكل بالحالة السيئة منذ الاحتلال إلى 1919 وضرورة تدخل عصبة الأمم أو تدخل الأطراف الجديدة لحل هذه القضية و إعطاء حق تقرير مصر. أول من طالب بالاستقلال
هو الامير خالد السياسي هنا، لانه قبل احنا بينا وبين مصر فيه فرق، احنا فيه مقاومه شعبيه. لما جاء الفرنسيين للجزائر قاومناهم بالسلاح، الامير عبد القادر احمد باي في الشرق في الغرب، ولكنها كانت جهويه لم تكن عامه، لذلك سهل القضاء عليها. هذه النقطه الاولى. وثم بعد الحرب العالميه الثانيه الاولى عفوا جاء العمل السياسي، العمل السياسي الذي يعتبر من اهم محطات النظام. اذا نولي النقطه اللي ذكرتها في البدايه وهي القضيه الدوليه ومحليه. القضيه بالنسبه للرجلين يشتركان في تشابه في ماذا؟ في ان القضيه كانت في المحل في المحفل الدولي في فيرساي، لكن دهاء بريطانيا واتفاقها مع فرنسا وتاكيدهما على ابقاء الاستعمار ولو بحيل، لانه بالامس سمعت قضيه الوصايه وكذا، هي انتداب على هذه الدول، لان الوصايه جاءت بعد الحرب العالميه الثانيه، واتفاق على تاكيد الاحتلال لهذه الدول، وبالتالي فتاكيد الحمايه على مصر وعدم رد الرئيس ويلسون على رساله الامير خالد ادى الى عودته الى الجزائر. اذا فالقضيه لاحظوا جيدا كانت في المحفل الدولي لكنها اصبحت بين طرفين، يعني تشابه في مصر بين سعد زغلول او السياسيين الوطنيين مع الحكومه البريطانيه، وفي الجزائر بين الامير خالد ومع الحكومه الفرنسيه بالغوفرنو جينيرال في الجزائر الى غد الحكومه الفرنسيه. هذه لاحظوا كيف تحولت. لكن من جهه اخرى في مصر استمرت الاوضاع مضطربه، رغم انه في استقلال 22 لكنه كان جزئي، لتاكيد الحمايه، الجانب العسكري، مساله السودان، في كثير من القضايا التي كانت جزئيه، يعني مش استقلال تام. اما بالنسبه للامير خالد فلم يكن في استقلال، الفكره ظهرت في 19 لكنها ما نقولوش اختفت، ولكن جسدها بطريقه اخرى وفق ما يسمى بالنضال السياسي السجل الاقدام، واستعمل خطابه، لانه سعد زغلول بالنسبه لي لقاءاته الى غير ذلك، الامير خالد لا، كان يخاطب الجماهير في الجزائر ويخاطبهم في فرنسا. يعني شكرا سيدي الرئيس. اذا فيخاطبهم في فرنسا، واحنا في الجزائر فيه ما يسمى بظهور الفكره، ما ظهرتش مباشره الاستقلال، ولكن في 26/900 ستعود او ستبرز علنا مع حزب نجم شمال افريقيا او ما يسمى بحزب الشعب ما بعد، لان نجم شمال افريقيا في فرنسا يتاسس 26/900 طالب بالاستقلال لقاده الحاج ابن صالح الحاج. هذه بالنسبه لي الامير خالد. ولكن قضيه النفي اشتركان في النفي، سعد الزغلول نفي عده مرات، ما طاسيش الى غير ذلك جبل طارق، بينما الامير خالد لا، نفي مره واحده، سمح له بالنشاط، لاحظوا مطلب الاستقلال كيف، سمح له بالنشاط، ولكن في 23 لما بدا تاثير الاوروبيين على الاداره الفرنسيه صدر قرار النفي في 23/900 ونفي الامير خالد الى سوريا في 1925، ووفاته كانت في 1936، وسعد زغلول كان في 27. اذا فايضا في نقاط اخرى، يعني لا اعرف الرئيس يعني اعطاني، لان الوقت واحد دقيقه واحده اهدى يا عم. اذا بالنسبه لي الفكره هذه وفكره الاستقلال، يعني فيه كثير من النقاط اللي كنت اود توضيحها لكن لا علينا، فقط يعني ما اريد ان اصل اليه هو انه قلت دور الحرب العالميه الاولى، قلت ايضا بالنسبه لي مؤتمر فيرساي ودوره في تحريك هذه الفكره اللي هي فكره الاستقلال لدى الشعوب المستعمره خاصه في مصر او في الجزائر والشعوب الاخرى، لانه فيه وفد من تونس ومن دول عربيه اخرى، وكي اثبت بان هناك حقيقه في فكره الاستقلال هو فيما بعد، يعني لم تكن في ذلك الوقت، وانما الفكره بقيت راسخه وسائره في بعد عقدين او ثلاثه، والدليل هو انه هناك من تبنى الفكره في مصر
وجات ثورة 150 900 ألف اللي حررت مصر، وفي الجزائر جاءت ثورة 1954 الثورة الجزائرية أيضا اللي حررت الجزائر. بارك الله فيكم والسلام عليكم. شكرا. شكرا. شكرا على الضيافة مرة ثانية. شكرا أستاذ إسعد الهلالي على العرض القيم الذي أعطانا أيضا علاقة التأثير بين مطالب الاستقلال بين الضفتين. الضفة الأولى ترتبط بالضفة الأولى بشرق شمال أفريقيا، والضفة الثانية بوسط أو غرب شمال أفريقيا وهي الجزائر، وعلاقة ذلك بمؤتمر الصلح وبمفهوم الاستقلال كيف كان يطرح في هذه الجهة وكيف كان يطرح في الجهة الأخرى. هناك كثير وكثير من العوامل المشتركة. الآن اسمحوا لي أن أتفضل بتقديم عرض خاص لي في الموضوع يتعلق بموضوع ثورة سعد زغلول وثورة عبد الكريم الخطابي سنة 1921، خصائص ومميزات في سياقات مختلفة. ثورة سعد زغلول سنة 1919 وثورة عبد الكريم الخطابي سنة 1921، خصائص ومميزات في سياقات مختلفة. كما قدمت الزملاء، أقدم نفسي، أنا محمد عبد العلالي، أستاذ علم الاجتماع، بالضبط علم الاجتماع الإعلام. لدي مؤلفات حول قضايا الثقافة والإعلام والاتصال وقضايا الفكر. ارتأيت أن أساهم بهذه المداخلة انطلاقا من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو رغبة فكرية في معرفة أوجه التشابه والمقارنة بين زعيمين عاشا في فترة تاريخية قريبة، وهما سعد زغلول وعبد الكريم الخطابي. يمكن القول على أن أهم فترة حياتهم كانت في العشرية الأولى والثانية من القرن العشرين. طبيعة الحال كمقدمة لهذه العناصر لابد من القول بأن استحضار ذاكرة هاتين الشخصيتين الآن وبعد 100 سنة من ثورة 1919 هو مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بعلاقتنا بذاكرتنا التاريخية. هناك من يقول بأن الشعوب التي بلا ذاكرة هي شعوب ميتة، وبالتالي فذاكرتنا نحن بحاجة إلى أن نعود إليها ونعود إليها لننال منها ما هو إيجابي وما هو صالح للأجيال الجديدة. كذلك أن أهمية هذا الحدث يرتبط بنوع من المقارنة والمعالجة لتمثلات الرجلين حول قضايا ترتبط بالاستقلال، ترتبط بالحماية، ترتبط بطرد المستعمر، ترتبط بكثير من العناصر في منطقتين قد يبدو أنهما مختلفتين، ولكن إذا ما حللنا العناصر والممارسات لكل شخصية في مجال خاص ضمن بانوراما واسعة فإننا نتفاجأ بأن هناك كثير وكثير من السمات المشتركة رغم عدم وجود التواصل بينها. المسألة الثالثة هي أن الرجلان ترك مذكرات، وهذه مسألة خاصية مميزة على اختلافها. سعد زغلول ترك مذكرات استثنائية وغرائبية من حيث طريقة الكتابة
التي تقال 12 جزء تم نشرها، والحمد لله توفرنا على هذه المركات على جهد كبير. وعبد الكريم الخطابي ترك عده مذكرات، وصلنا حوالي 2 ديال النسخ، وهناك ما يتحدث عن اكثر، وفيها تعطينا وهذه المذكرات قيمتها العلميه الاساسيه، لان تعطينا حقائق يعبر عنها الفاعلون الاساسيون، يعبرون الاشخاص الذين مارسوا احداث تاريخيه هامه، وتزيح امام المحلل كثير من الاوهام وكثير من الرؤى المغلوطه التي سيطرت علينا في التعامل مع الشخصيه. كذلك هذه الدراسه يمكن تاثيرها من الناحيه المنهجيه، لان تندرج ضمن ما يمكن نسميه بالتاريخ المقارن. التاريخ المقارن هو منهج فعال. لماذا بالضبط؟ لانه يعطينا امكانيه مقارنه الوقائع والاحداث واستخلاص نتائجها، يمكننا من المعرفه العلميه الشامله لكثير من الوقائع. ثم ايضا ضمن هذه المقدمه، اعتبر بان هذا العرض وقيمته المهمه سيطرح سؤالا، هل حققت المراحل اللاحقه للاستقلال في صلته بتطلعات الشعوب في الاصلاح والتحديد، اي مرحله ما بعد المرحله الكولونياليه وتاسيس الدوله الوطنيه والاستجابه لتطلعات الشعوب التي عبرت عنها بقوه وباشكال مختلفه في شمال افريقيا. معالجة هذه العناصر وهذه المقارنة نقوم بها من خلال إشكالية مطرحة تتكون من 4 عناصر. العنصر الأول نطرح به السؤال، هل تمت سمات مشتركة في ممارسة كل من القوى الاستعمارية، بمعنى أن مختلف أشكال الاستعمار التي عرفتها منطقة العربية من الإنجليز والفرنسيين والإسبان والإيطاليين والأتراك، هل هناك أوجه شبه بين الممارسات؟ ثم أيضا هل هناك عناصر مشتركة بالنسبة لرد فعل المقاومة التي تأتي من ضمن الشعوب المستعمرة وقادتها وحركاتها الوطنية؟ ثم العنصر الثاني في الإشكالية، هل يمكن إدراج الثورتين ضمن مشاريع إصلاحية لم تكتمل على الأرض العربية ولا زال جزء من شعاراتها وبرامجها مطروحة إلى الآن بعد 100 سنة؟ وأعتبر أن هذه إشكالية عميقة جدا. لماذا؟ لأنه تكفينا مراجعة مطالب الحركات الإصلاحية في القرن 19 وبداية القرن 20، نجد أن البرنامج أو البرامج التي سطرت في تلك الفترة حتى الآن لم تكتمل بعد مرور أكثر من 100 سنة. وهذا يطرح السؤال، لماذا؟ ما هي الأسباب؟ وما هي الظروف؟ وما هي الشروط التاريخية؟ وما هي السياقات التي لم تمكن من تحقيق هذا الطموح؟ ثم أيضا، وهل تطلعات ثورة سعد زغلول بمصر ومحمد عبد الكريم الخطابي تبقى بعد حوالي 100 سنة هي نفسها تطلعات الإنسان المصري والإنسان المغربي والإنسان العربي عامة في بداية القرن الماضي في الانهيار من سيطرة المستعمر الأجنبي وبناء حكم وطني يحقق التنمية؟ وأخيرا، هل تجد الأجيال الجديدة في الثورتين معا منابع معنوية ملهمة لمواصلة المسار التحرري للشعوب إلى الاستعمار والهيمنة بشتى أشكالها وبناء الدولة على أسس مشروع نهضوي جديد؟ طبعاً الحال، لا يمكن تحليل هذه العناصر من دون أن نتحدث عن السياقات التاريخية بشمال إفريقيا، ويمكن إيجازها على نحو سريع، الأمر يتطلب كثير من الوقت، بأن في مصر يمكن أن نتحدث سياقة ثورة سعد زغلول 2019 يتعلق بالأساس بما بعد ثورة أحمد عرابي
أي بالمرحلة التي بالمرحلة التي جاءت لاحقا. وهذه المرحلة بالأساس لديها كثير من المميزات، سواء مرحلة الهزيمة بعد الهزيمة، ثم مرحلة المظاهر البرلمانية، ثم المراحل التي تصل إلى بداية إلى 1914، أي مرحلة سقوط وانهيار الدولة العثمانية ودخول الاستعمار الإنجليزي في مرحلة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية. بالنسبة للمغرب، فهذا السياق يتميز ببعض العناصر الأساسية. على الحين السريع، أولا وجود المغرب في حالة نظام حكم هش، أي ملوك في حالة ضعف، وجود أطماع استعمارية، وجود بعض القلاقل الداخلية، حيث بعض الحركات التمردية سواء في شمال المغرب أو شرقه أو وسطه أو جنوبه أو مناطق أخرى، ولكن هذه الحركات ذات طبيعة مخالفة عندما يتعلق الأمر بالاستعمار. ثم أيضا وجود الاستياء من فرض ضرائب على المواطنين، ومن تدمر بعض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، جرى أيضا بعض ممارسات السلطات الاستعمارية منذ 1907. ثم أيضا وضع المغرب تحت سلطة المقيم العام الفرنسي ومقيم إسباني في الشمال ومسؤول آخر عن منطقة طنجة كمنطقة للحماية. هنا أذكر أن المغرب قد عرف حالة خاصة، إذا كان مثلا في مصر عرفت حركة الاستعمار المزدوج، أي السلطنة العثمانية والوجود الإنجليزي في نفس الوقت، فبالنسبة للمغرب عرفنا أنواع من الاستعمار. هناك الاستعمار الفرنسي في الجنوب، والاستعمار الإسباني في الشمال، ومدينة طنجة فيها تقريبا 12 دولة مستعمرة، وهناك إسبانيا في الجنوب في مدينة إفني، وأيضا في منطقة الصحراوية، بالإضافة إلى أن الألمان كانت لهم أطماع كذلك والإيطالي. بطبيعة الحال لا يمكن الوصول إلى نتائج بدون أن نقوم برؤية الاتفاقيات التي عقدت في تلك الفترة. وهنا على الحين السريع يمكن أن نذكر جوج أو ثلاثة من الاتفاقيات الأساسية. الاتفاقية الأولى هي اتفاق 1904 التي اعتبرت تقسيم النفوذ بين فرنسا وإنجلترا، واعتبرت بأن لكي تتخلى مصر بريطانيا لفرنسا على المغرب، فعليها أن تعطيها السلام ما يتعلق بمصر، وهذا ما حصل بالضبط. ثم أيضا هناك اتفاقيات 1906 التي مهدت للحماية التي ستوقع لاحقا. التعريف 1906 هذا 1907 ثم الإعلان هنا، تم توقيع اتفاقية تعلن عن تقسيم المغرب ما بين إسبانيا وما بين فرنسا، وإعطاء نوع من احترام المصالح الإنجليزية وأيضا الألمانية. ثم ستأتي بعد ذلك في 1911 اتفاقية بين ألمانيا وفرنسا، التي بموجبها كانت ألمانيا تضغط على فرنسا وتضغط على حتى دول أخرى من أجل أن تحقق مكاسب. وفعلا هناك ما يعرف بأزمة أكادير 1911، عندما أرسلت ألمانيا بارجة حربية في 1912 إلى أكادير، وكانت تهدد أنها ستقبل أكادير، وبالتالي كانت أزمة ستثير حربا بين فرنسا وألمانيا لولا معالجة هذه القضية بطريقة التقايض القائمة، بحيث أن فرنسا تخلت لألمانيا
عن الكونغو وعن طبعا المستعمرات الافريقيه لحل هذا المشكل. طبعا الحل هناك عديد من الاتفاقيات، بالاساس اتفاقيات الجزيره الخضراء 1912 التي سترسم الحمايه وسترسم اعتراف فرنسا لاسبانيا بالدخول الى المغرب للحمايه. ما هي الخلاصه المشتركه التي يمكن القيام بها لهذه الاتفاقيات؟ هناك جوج او ثلاثه ديال العناصر. اولا ترهل وهشاشه النظم المحليه القائمه في مجموع منطقه شمال افريقيا. نجد ان وضع النظام الملكي في مصر يعني في احسن الحالات من وضع النظام الملكي في المغرب، انه اما ملك شاب واما ملك ليس له قدره واما انه دمي بيد المستعمر الاجنبي. وهذه نقطه مهمه بطبيعه الحال. لا حتى لا نظلم هؤلاء، كثير من الملوك كانت لهم مواقف وطنيه ومواقف متقدمه، ولكن بحسب الاحوال وبحسب موازين القوى. ثم ايضا تنامي المد الاستعماري واطماع مجموعه من الدول الاستعماريه الغربيه المتنافسه من اجل الفوز باقصى ما يمكن من المنافع والمواقع حتى الروابط الطبيعيه، مثل انجلترا، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، النمسا، والمانيا، وروسيا ما قبل البلشفيه. ثم ايضا سياده منطق المصالح الاقتصاديه والمفاهيم الاستعماريه المركزيه الغربيه المغلطه والمسوقه بنشر الحضاره الغربيه على حساب البنيه الثقافيه والقيميه والحضاريه والاقتصاديه لشعوب شمال افريقيا. بطبيعه الحال عندما تحدثت عن شخصيتان عبد الكريم الخطابي وسعد زغلول نتساءل ما هي العناصر المشتركه بينهم؟ هما بعض العناصر. بعض العناصر على نحو سريع انهما ينتمينان من اصول فلاحيه. انا عبد الكريم الخطابي كان من منطقه ريفيه، منطقه فلاحيه، وسعد زغلول ايضا من منطقه فلاحيه. ان عبد الكريم الخطابي اشتغل كقاضي وسعد زغلول اشتغل في المحاماه و القضاء. انهم الاثنين حرروا مذكرات، الاثنين واجهوا الحمايه، بعد عناصر اخرى سنجدها في. اذا ما هي العناصر المشتركه في الكفاح التحرر ضد الاستعمار بين كل من سعد زغلول ومحمد عبد الكريم الخطابي؟ على نحو سريع، اولا مواجهه ورفض الحمايه. الاثنان رفضا نهائيا الحمايه، وسواء في المغرب فعبد الكريم الخطابي قد رفض الحمايه خاصه الحمايه الاسبانيه، علما ان موقف رفضه للحمايه لم يكن كاملا الا بعد تجاوز الاسبان لبنود الحمايه التي نصت عليها، بحيث انه في المرحله الاولى كان يعتبر بان تنفيذ شروط اتفاقيه الجزيره الخضراء هو شيء ايجابي ويمكن ان يساهم في تنميه المغرب وتحديثه على اساس ان تقوم اسبانيا بواجبها الاساسي. ولكن ماذا حصل؟ هو انه اسبانيا لم تحترم وعود الحمايه ولم تحترم العمل على تنميه المنطقه الشماليه وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها، بالتالي ارادت ان تتحول من الاستعمار من الحمايه الى الاحتلال. الاحتلال كان بالتالي هذا السبب كان اساسي لانفجار المقاومه في الريف. بطبيعه الحال بالنسبه لعبد الكريم الخطابي، بالنسبه لسعد زغلول، هو ايضا كافح من اجل رفض الحمايه الاجنبيه. لماذا؟ وتحقيق الاستقلال. لماذا؟ لان سنجد انه 1914 عندما تم تعيين الملك الجديد من طرف بريطانيا ودون استشارة السلطان التركي، تم الإعلان أن بريطانيا ستحتل بالحماية ضمن نصوص معينة، وهناك نص خطبة شهيرة للوكيل العام البريطاني في مصر. ولكن الذي حصل أن الممارسات الإنجليزية سارت في اتجاه آخر، أن تريد أن تقوم بالاستغلال الاقتصادي وبإهانة الأهالي وبإهانة النخب وإهانة
الوزراء والمسؤولين الى غير ذلك من الاحتلال، الشيء الذي عجل بوطن الاستقلال وبحركه ثوريه. العنصر الثاني وساكتفي بالاشاره الى النقط، ممكن في النقاش نتوقفوا عليها، القدره على المزج بين العمل الميداني والعمل السياسي لدى الرجلين. هذه خاصة مشتركة في جميع الأعمال التي يقومون بها، سواء العسكرية بالنسبة لعبد الكريم الخطابي بعد انطلاق ثورة 1920، أو بالنسبة لسعد زغلول الأعمال الميدانية في سواء في حركة التوكيل أو في تعبئة الصحف أو في تعبئة المظاهرات أو في غيرها من الواقع. العنصر الثاني الثالث هو موقف المتعامل والمهادن مع المستعمر. فنجد ان الرجلان معا كانا يقومان بسياسه تعتمد في البدايه على المهادنه. مثلا عبد الكريم الخطابي قبل سنه 2015 كان يعتبر من بين كانه مواطن اسباني، يتعامل مع الاسبان ويتفاهم معهم ويتبنى مبدا الحمايه ويتمنى فقط ان يقوموا بتطبيق مبدا الحمايه، ويجب الاعتراف لهم بالوجود وبهذا المبدا باعتبار ان اتفاقيه 1912 هي اتفاقيه دوليه يجب ان تحترم، ولكن بعد ذلك سنجد انه سيغير بعد تجاوزات الاسبان. بطبيعه الحال لدى سعد زغلول سنجد ايضا انه سيعتبر وقد كتب عن ذلك في المذكرات ان مقاومه الاستعمار الاجنبي يمكن في مرحله معينه يمكن ان تكون من داخل بنيته، وبالتالي فمهادنته وبناء التحديد يمكن ان يكون من داخل البنيه الاستعماريه في مرحله معينه. ثم ايضا اتفقوا جميعا على نصره الثوره لاسباب وجيهه. ثم ايضا كان للاثنين روابط مع النخب الوطنيه والاستعماريه. سعد زغلول نجد انه ربط علاقات مع النخب من القصر والنخب الثقافيه والفكريه والسياسيه وايضا مع الانجليز. نفس الشيء نجده لدى عبد الكريم الخطابي، فإنه استطاع ان يبني علاقات مع ضباط الاسبان ومع النخب الاسبانيه وايضا مع رؤساء القبائل النخب التقليديه ومع نخب السلطان ومع شخصيات اخرى. شيء مشترك بين الطرفين وهو مهم جدا. نحن نحتاج نعطي مجال الجو. الله يخليك سيد الرئيس. انت سيد الرئيس. دقيقه نكمل فقط بها ثلاثه. النقطه ديال وحده التسامح بين ابناء الوطن الواحد. هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأن ما سنجده في العراق ونجده في مصر ونجده في فلسطين ونجده في سنجد له صيغة أخرى في المغرب. إذا كان في مصر سعد زغلول قد استطاع أن يقوم بتوحيد الأقباط والمسلمين في معارك الساحات وفي جنائز للشهداء وفي الوفود، الوفد الذي ذهب إلى مؤتمر الصلح كان فيه الأقباط والمسلمين، فأيضا عبد الكريم الخطابي كان دوره كبير في أن استطاع أن يوحد بين قبائل متناحرة تتوارث مفهوم الإرث تأر، وأيضا تأر القتال المتبادل عبر مراحل تاريخية طويلة، واستطاع أن يوحد أيضا ما بين قبائل البربرية وقبائل العربية بشمال المغرب، وبالتالي كما تقول باحثة إسبانية أنه استطاع أن ينقل أن يقوم بالانتقال من القبيلة إلى الوطن ثم إلى الأمة. طبيعة الحال نقطة ما قبل الأخيرة أن الاثنان رجلان كانا ينتقلان الاعتماد على الذات والمواجهة مع المستعمر. عندما تعذرت الأمور فكان العمل الميداني والعمل في المواجهة مع المستعمر. المواجهة اختلفت في مصر قد أخذت طريقة ما بين شهر نوفمبر 1918 وشهر أبريل 1919، اتخذت المواجهة طبعا مدنيا
ميدانيا يتخلوا حياة بعد العنف وبعد المواجهات. ذات الصيغة التولية مع حكيم الخطابي قد قام بشيء استثنائي، وأنه بجيش قام بجمعية من الأسرة يتكون من 300 شخص بحرب محاربة أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية في القرن 19 التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الأولى وهي فرنسا، وتمتلك أكبر أنواع العتاد ولم يتم الانتصار عليه إلا بعد التحالف الإمبريالي العالمي باستعمال الطائرات واستعمال القنابل المحرمة الدولية. نقطة أخيرة، الشخصان فاز ووصل إلى السلطة. الأول سعد زغلول بعد عودته من المنفى وبعد ترأس الحكومة دعا إلى انتخابات وفاز في الانتخابات ووصل إلى السلطة كرئيس الوزراء وأصبح من الفاعلين الأساسيين في السلطة. عبد الكريم الخطابي نجح في إنشاء جمهورية مستقلة في 1923 وكبد الإسبان خسائر فادحة في الأرواح وفي الجنرالات وفي الأموال وفي العتاد، وموضوع مستقل يحتاج إلى محاضرة لوحده. وبالتالي ففازوا في هذه العملية ووصلوا إلى السلطة، غير أن الخروج منها سيكون مختلفا. سعد زغلول قدم استقالته احتجاجا على استبداد الإنجليز في مرحلة لاحقة قبل وفاته حالة قريبة، وعبد الكريم الخطابي استسلم استسلام الشجعان لأنه استسلم حتى لا تراق دماءه أكثر وحتى لا يكون ضحايا أكثر من أبناء قبيلته، عندما عرف بأنه لا يمكن أن يحارب قوى إمبريالية متحالفة ذات أسلحة وعتاد وقوى أرقى بكثير مما يمتلك. طبعا الحال هذه العناصر كلها تعطينا السؤال الآن، ما هي القيم الملهمة التي تبقى للأجيال الصاعدة من تجربة شخصان عظيما من هذه القيم؟ أترك الجواب لكم. شكرا. طيب اسمحوا لي أن أشكر كل المتدخلين على العروض القيمة والثرية والتي إذا ما قمت باستنتاج منها فإن أنا في الحقيقة نحتاج إلى مؤتمرات خاصة لهذه التفاعلات بين الثورات التي قامت على العالم العربي، التفاعلات البينية على صعيد مناطق إقليمية أو على صعيد عربي شامل، لأننا بحاجة بأن ننعش ذاكرتنا التاريخية إيجابا. أشكر مرة أخرى السادة الأساتذة المحترمين وأعطي الكلمة للحضور الكريم. تفضل. مشكورين. نسجل أسماء أفضل ولا تفضل. كل متدخل أن يقوم بتعريف بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدر بياض، مدرس تاريخ الحدث والمعاصر، معهد البحوث والدراسات الافريقيه، جامعه القاهره. يعني هو انطلاقا من هذه الاوراق المحترمه، يعني التعقيب او المداخله يتعلق ب لو طرحنا مشروع للتاريخ المشترك، يعني عندنا الدكتور عبد الله العبادي مداخله عن ثوره 19 وثوره 20 في العراق، دكتور اسعد بين ثورة 19 وأمير خالد حفيد الشيخ عبد القادر الجزائري، دكتور عصام الغريب يعني ثورة 19 والصحافة الفلسطينية، وحضرتك ثورة 19 وسعد زغلول والأمير محمد عبد الكريم الخطاب. فلو أطلقنا دعوة لكتاب التاريخ المشترك أو ذاكرة مصرية مغربية مصرية عراقية مصرية فلسطينية في كتابة التاريخ المشترك، أعتقد أنه يعني
يبقى ثمره كبيره بالنسبه لثمره هذا المنطقه العلمي، لان احنا في النهايه يعني في الهم سواء وعلى مر الفترات التاريخيه. فلو ركزنا على المشتركات التي تجمع بين الدول العربيه اعتقد يعني هتكون اكثر من ما يفرق هذه الدول. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. مساء الخير واهلا بكم في مصر، وسعدنا جدا طبعا بمداخلاتكم القيمه اللي يعني للاسف يعني كثير من المعلومات اللي حضراتكم قلتوها يعني طبعا مش معروفه وما تمش بحثها بشكل كافي في دراسات اللي اتعملت كثير قوي على ثوره 19. يعني انا كنت عايز دكتور عبد الله تفضل علي صوتي. لا سامع. دكتور عبد الله، يعني ثورة العشرين حسب ما أنا فاهم يعني إنها ابتدت في منطقة سماوة وما حولها وكان ليها يعني طابع محلي إلى حد كبير، فهل هي في حركتها المحلية كانت برضو بتستشرف أو بتحمل الأفكار اللي حضرتك عشان تقليها زي فكرة وحدة السنة والشيعة والثورة الوطنية اللي تعبر على العراق كله، ولا الطابع المحلي هو اللي كان غالب بشكل أكبر؟ بالنسبة ل ممكن انا شريف يونس مدرس التاريخ الحديث في جامعة الوادي. دكتور اسعد كنت عايز اسال حضرتك يعني هل سفر الوفد الجزائري او الى مؤتمر الصلح هل هو فعلا دخل بشكل رسمي، وهل فرنسا سمحت به بسهوله؟ ما كانش فيه اي يعني مشكله، لان الوضع كان في بالنسبه لمصر كان المشكله كلها انفجرت بسبب محاوله مانع الوفد المصري وممثلي الحكومه المصريه من السفر لمصر، لانه كان في فرض بتاع الفرض اللي هو خاص بان مصر هي محميه بريطانيه، وبالتالي ده شان داخلي لا يجب ان يعرض من الاساس. فاعتقد انه من باب اولى يعني انه بالنسبه للجزائر كانت من المفهوم ان هي جزء من فرنسا من وجهه نظر فرنسا نفسها يعني، وبالتالي فرنسا مش هتسوق يعني. فانا عايز اسال حضرتك عن تشابكات هذا الموضوع. انا مش عارف الحقيقه يعني الشيء المؤكد اللي كنت عايز اقوله لحضرتك يا دكتور عصام يعني انه كمان في تاثير اخر جاي من فلسطين على مصر الفتره بتاع الثوره 19، انه لما في النهايه المحاولات ادت الى يعني سفر الامير فيصل باعتباره ممثلا للشام الكبير يعني شاملا فلسطين، ان ده كان له تاثير اكبر في اشعال الثوره اكثر في مصر، لانه لماذا سمح للعرب في المشرق ان هم يمثلوا في المؤتمر بينما مصر لم يسمح لها بالمثل. شكرا. تفضل. فضلك كده ممكن نفسك. ما سمعناش. او ممكن تطلعي ليا مقوله بس بسيطه اقول ان المرض معك. علي صوتي عشان ما افطرتش بس عشان ما افطرناش. لا مش لازم، انا موجود اهو. في مقوله بتقول المرض معدي لكن الصحه ليست كذلك. يعني في اضاءات اللي احنا شفناها من ثوره 19 والحديث المشوق اللي سمعناه، مع ان انا ما سمعتش اغلبه، لكن كل الاضاءات اللي تمت دي تخليني يعني في سؤال كده يبرز على السطح يعني بالدفع الذاتي. هل نحن شعوب المنطقه العربيه دي شعوب لا تتطور او لا تطوق الى الحريه بطبعها؟ يعني هي شعوب مقله في الحركات الثوريه العالميه، ولا
الافعال الانيه والافعال التراكميه الحياتيه هي اللي بتقلل من حركه الشعوب نحو نيل حريتها. في مقوله ثانيه في فريق اخر بيرى ان احنا لا احنا شعوب يعني ثوره 19 وبعدين ثوره 52 وبعدين ثوره يناير وبعدين ثوره 30 فاحنا بنتكلم على 100 سنه بنتكلم على اربع ثورات. انا رايي ان اي نصر على الحريه هو انتصار ذات مش بس انتصار ذات هو غير قابل للتطبيق على الارض الحريه. حركه الربيع العربي هي طبعا لسه ما اتكملتش ما نقدرش نخرج لها تنظيرات نتيجه يعني مفيش ريزلتس لسه حصلت على الارض لكن حركه الربيع العربي قوبلت بموجات من المد المضاد كانت الحقيقه مغلوبه مدفوعه الاجر في اغلب الاحيان وكان في مجموعات مصالح ومصالح مجموعات كانت بتعمل في الظل من اجل ابهار مثل هذه او عدم تراتب نتائج فعليه لصالح الثوره على الارض. ما علينا طبعا ان احنا سمعنا مقولات غريبه وشاذه فيما في الولايات المتحده الامريكيه ان احنا شعوب ما تستحقش الديمقراطيه ولسه بدري علينا والكلام ده. احنا طبعا انا هتكلم عن الشعب المصري، الشعب المصري مارس الديمقراطيه من ثلاثينات القرن الماضي. واحنا حتى كنا قبل مسبقين على اوروبا الشرقيه كلها. حتى على الهند اللي هي دوله عتيده دلوقتي بالديمقراطيه في قاره اسيا. الكلام ده كله احنا سابقينه بثلاثينات واربعينات وكان في تداول سلطه في نظامها ونسختها البرلمانيه. فالسؤال المطروح دلوقتي هل نحن شعوب كتير عليها الحريه يعني مصر كتير عليها الديمقراطيه وكتير عليها الحريه ولا الحركات المضاده هي اللي عملت فرمله كده ذاتيه فقدرنا نوصل لنقطه الصفر. شكرا صباح شكرا تفضل. السلام عليكم. تفضل السلام عليكم. السلام عليكم. السلام طيبين. نعم طيبين. اخوك صلاح الدين عبد المنعم مدريس. صلاح الدين عبد المنعم مدريس. سجل اسمه الله. صلاح الدين عبد المنعم مدريس. ايوه. سؤال حضرتك يعني انا اللي شايفه من ثوره ربيع العربي او ما قبلها. يعني يا ريت نلتزم بالموضوع. لا ده مش منبر. الملكيه حضرتك فيها حريه اكثر ودايما الملكيه الشعوب ما عملتش سوى اي شعب حاكم ملك ما عملتش اي سوى لان الملكيه فيها حريه وفيها مسؤوليه اكثر من الجمهوريه فاحنا يعني ده نقطه السؤال فممكن حضرتك يعني تركز في بحثك على انه ليه ما عملوش ثورات الا الجمهوريه اما الملكيه فلم يحصل اي ثورات عليها. أيوة. شكرا. نسأل الله أمير المؤمنين الملك محمد السادس. نسأل الله أمير المؤمنين الملك محمد السادس. شكرا للمنصة الكريمة على الشرح الوافي وشكرا عبد الرحمن شحاتة باحث سياسي. شكرا للدكتور محمد الهلالي على إدارة الجلسة ولأنه استخدم صلاحياته كرئيس في إن هو أخذ وقت أكثر من الباحثين الآخرين. واحب ابتدي بسؤالي لحضرتك استاذ الدكتور في ما هي الصعوبات التي واجهت المقاومه المغربيه في ظل وجود اكثر من مستعمر في بلاد المغرب؟ على النقيض هنا كان في مصر كان في الاحتلال الانجليزي لوحده ولكنه برضه كان امره صعب. تمام. سؤالي للاستاذ عبد الله العتيبي هل ثوره 19 حضرتك ذكرت انها اثرت في الحياه السياسيه في حياة العراق ما
من حيث الصحافة والشعب، فهل كان لديها أثر سياسي على السياسيين العراقيين ولا؟ شكرا. أستاذ أسعد الهلالي، كنت عايز استفسر من حضرته عن دور التشابه بين سعد زغلول والأمير خالد في مشاركتهم في مؤتمر باريس. شكرا لحضرتك. شكرا. أعتقد هناك صوت. طيب، تفضلوا السادة الأساتذة، نبدأ أعطي الكلمة للدكتور عبد الله العتيبي. شكرا. أبتدأ تعليقي لزميل الدكتور عصام الغريب. في أول المحاضرة قال هناك صحافة ليس فقط صحيفة العقاب، يعني أحب أقول لأنه صحيفة العقاب كانت تصدرها جمعية العهد الذي أسسها عزيز علي المصري في إسطنبول، وبعد ذلك انشقت إلى جمعية العهد العراقية وجمعية العهد السورية في دمشق. الحقيقة جريدة العقاب أصدرها الضباط العراقيين الذين كانوا مع حكومة فيصل وضمن جمعية العهد العراقية، فلذلك هي الجريدة الوحيدة التي وصلت في ذلك الوقت. أستاذنا الأستاذ عصافي من الدراسات الأفريقية أتفق معك يا سيدي، نحن بحاجة إلى ذاكرة مشتركة، لكن أتساءل اليوم نتكلم عن الأثر العروبي، أثر ثورة 19 على العرب. السيدة رئيسة الجلسة بنت الشخص القومي العروبي لم تتحمل، يعني هناك محاضرة للدكتور جمال شفرة لم تتحمل يعني هذه الجلسة، أين العروبة؟ ما أعرف، أنا أتفق معك في ذلك، يعني للأسف الجمهور نعم هناك، لأن قضية محلية يدرسها خلاص، يعني ما أعرف. الأستاذ عصام في العفو الأستاذ شريف يونس، لا ثورة 1920 ثورة ذات طابع قومي كان أحد شعاراته الاستقلال والبرلمان والأحزاب، وكذلك أرادوا ملك عربي من الجار الشريف حسين. أنتم بفيصل استوردنا، احنا العراقيين استوردنا أحد نتائج ثورة الشريف، استوردنا ملك، ما طلعنا من العراق ملك، مع أنه كثير من الأشخاص كانوا في العراق، فلذلك كان لها طابع قوي. لما الحاكم العسكري البريطاني أراد أن يعمل استفتاء هل يبقى العراق مع بريطانيا؟ العراقيون قد اختاروا قالوا لا، نريد ملكا عربيا مسلما من الحجاز، حددوه حسب اسمه. كان من المفترض الامير عبد الله اللي صار على ردن، لكن نتيجه خروج فيصل معروف من سوريا غير الراي في هذا الموضوع. الاستاذ اللي تكلم اللي الان على وشك الخروج، احب ان اقول لك لقد خرج، يعني انا بتقدير المتواضع والبسيط التربية والتعليم في الوطن العربي المتخلف كرست أن التخلف التبعية عبادة الفرد، أعتقد هذا كثير ما أثر على الحراك المجتمعي. أنا أذكر مقولة هناك مقولة للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والرئيس القذافي الله يرحمه اثنين، القذافي يقول لا تدعون تعلمون سيثورون عليكم، ما معناه بهذا المعنى ما أعرف ما أعرف، لا كان الرئيس الحكومة يقول لا خليهم يتعلمون، يقول المتعلمون يعزلوك أما الجهلة فيقتلوك، وهذا ما حصل في تونس، أزلوا زين العابد سبحان الله. شوف نبوة الرئيس التونسي في حين رؤية البرقيبة إلى يعني حدثت في ليبيا، قتل القذافي. الأستاذ صلاح الدين قال يعني راح أحكي لك عن العراق، حتكلمك عن العراق، ما لست متخصصا في التاريخ الأمريكي، عفوا في التاريخ المصري، أنا متخصص في التاريخ الأمريكي وقديم التاريخ العراقي، وليس لي علاقة بتاريخ مصر. أقول لك النظام الملكي في العراق أسقط في عام 1958، والله لو باقي النظام الملكي لحد الآن لكنا يابان أو كوريا الجنوبية حاليا، كانت هناك أحزاب، كانت هناك ديمقراطية، كانت هناك مجلس نواب، نعم كانت تجربة تسودها الشوائب، يعني تجربة شاذة في ذلك الوقت، لكن بوصفي المؤرخ في بلدي أقول لو باقي النظام الملكي لكنا في حال آخر. أنا أحكي عن العراق، نعم ما أعرف تاريخ مصر، أحترم كلامك، لا ما أعرف
حقيقة ما أعرف تاريخ مصر ولست متعمقا في ذلك، أنا حتى بعطي ما بي أي شيء عن مصر، فقط عن أثر الثورة العشرين. الأستاذ عبد الرحمن كان سؤاله، نعم كانت ملهمة، ثورة 19 كانت ملهمة، يعني العراقيين كيف نظروا؟ شافوا المصريين يقاتلون بأيديهم بالحجارة بالسكاكين، هذه الأخبار وصلت، فلذلك كانت عندهم مقدمات ثورة. هذه الأخبار وضفت، لماذا المصريين يثرون ونحن لا نثور؟ الشيء الثاني، هناك في العراق ومصر تأثير متبادل بيننا وبين مصر، بيننا وبين مصر تكاد تكون أقدم حضارات، يعني العلاقات الحضارية بيناتها ما موجودة في كل الدنيا، أعتقد الأساتذة ما يكتفون بها، أول إمبراطوريات هي اللي في بلاد كانت قديمة. شكرا الكلمة للأستاذ عصام غالي. دكتور بدوي، طبعا اتفق مع حضرتك تماما مع الطرح، لكن يتبقى بقى يعني الجهه اللي ترعى يعني هذا المشروع، يعني المؤسسه المسؤوله. دكتور شريف، طبعا اتفق مع حضرتك يعني في اطار التاثيرات المتبادله ما بين ثوره 19 والوضع الفلسطيني والحرب الفلسطينيه طبعا، والورقه يعني انا اشرت لمحت اثناء يعني كلمة حاجة يعني قريبة منها، وإن شاء الله يعني هتجد في الورقة يعني بطل يعني مطرح، وهو طبعا في إطار الاستدعاء، يعني أنا بعتبره استدعاء الأمير فيصل إلى مؤتمر الصلح، وليس يعني سماح بصفقه، لأنه كان شخص لطيف طيب بيسمع الكلام يعني ووقع يعني، وفي خطاب مشهور جدا اللي هو وقعه مع وايز مان طبعا، لكن حتى هذا الخطاب يعني في كلام طبعا علمي كثير ينقده تماما، ان هو طبعا يعني قبل بالتصريح تصريح بلفور، لكن طبعا تحت قيود معينه ان هو باقامه الدوله العربيه المستقله. فالشخص لم يتحقق، وبالتالي هنا يبقى يعتبر الخطاب يعني يغلي، لان كان طبعا دائما القيادات الصهيونيه كانت تحتاج بهذا الخطاب حتى وقت قريب، يعني طرح بيجن اثناء مؤتمر سمع السجاد طرح هذا الخطاب، لكن لم يرد عليه احد، من الخلفيه التاريخيه ما كانتش شيء موجوده في ذلك التفصيل، وده كان على لسان طبعا استاذي الله يرحمه الدكتور عادل بني. شكرا. شكرا. الكلمه للاستاذ اسعد. باختصار فقط، وانا احتج كثيرا لانه الوقت اليوم، وكأننا في اتفاقية فيرساي يعني جزئية من 1919 لم يعطى الوقت الكثير في المداخلة، وفي لذلك أحتج فقط. بالنسبة لي أستاذ دكتور بدوي، أنا أيضا معك في طرح الفكرة، والدكتور حضر معنا مؤتمر دولي، كنت معاه عجبني الدكتور بدوي حضر معنا في الجزائر 2017 مؤتمر دولي حول إعلان الثورة. بالنسبة لي قضية الشعوب اللي يطرح الأخ حول الشعوب، نحن شعوب لا تتوق الحرية دي، هذا سؤال كبير يحتاج الى مؤتمر ايضا كبير. بالنسبه للوفود اللي كانت في مؤتمر فيرساي، يعني الحقيقه يعني الفريق يقول بانه ما قام به ويلسون او كليمانسو او كل الذين حضروا، هو باختصار هو محاولة تهدئه تلك الشعوب المستعمره او ارضائها، يعني مثلا الامير خالد لما جاء بوفد الى باريس، قولوا رسمي او مش رسمي، ولكن سمح له في الجزائر بتكوين وفد مع أربعة من أعيان العاصمة واحتر في باريس، ولكن ما وجدنا هو أن حضورهم هو تهدئة للنخبة ولأولئك الذين شاركوا في الحرب، يعني معنا الأمير خالد سان كابيتان ضابط حضر في الحرب العالمية الأولى، معنا لم يكن هناك يعني بالنسبة لإدارة فرنسية أن توقف الرجل، يعني على الأقل استرضاء ما لم أن يشارك في الحرب، وشارك الكثير من الجزائريين، وبالتالي حضورهم هو تهدئة، والدليل هو أن سمح له، وهناك إصلاحات 1919 اللي وقعت. نفس الشيء بالنسبة لسعد زغلول، أيضا نفس الشيء بالنسبة لي قضية المحلية إلى من دولية، قضية دولية إلى محلية، التشابه هو أن بريطانيا والدول الكبرى كان عندها نفس الفكرة ونفس الطرح. إذا شكرا لكم والسلام عليكم. شكرا. أريد أن أعلق فقط على الوقت، أقول من يكون أخير إمك يربحها إمك يخسرها. صلاحيات الرئيس. ربحت بعد الوقت لأن كنت الأخير واعتقد صلاحيات الرئيس لأنه وليس صلاحيات ولا أنا
بحال هذا. السؤال اللي توجهه الطرف سي عبد الرحمن، ما هي الصعوبات في مواجهه المقاومه المغربيه للمستعمر؟ انا اريد ان اطرح السؤال معك فرصه لوجهك. ما هي الصعوبات التي واجه المستعمر الاسباني الانجليزي الفرنسي والاسباني في المغرب مع المقاومه المغربيه؟ في حين واجهوا صعوبات جمع اولا في المرحله ديال عبد الكريم الخطابي، كلفوا احسن جنرالات في الجيش الاسباني، ومعركه انوال ممكن ان تاخذوا اليها تقرأ التفاصيل كلها، كلفت اسبانيا الدكتاتوريه، لانه في 1923 عندما انتصر عبد الكريم الخطابي في انوال وقع انقلاب الفاشيين في اسبانيا الذين حكموا تقريبا 50 سنه 40 سنه لان الحركه الفاشيه في اسبانيا بناء من هذا الانقلاب 1923 اعتقد واحد الجنرال الذي سياتي بعد في مرحله لاحقه للريف ليحكم الريف الى جانب المناطق الاخرى. بالتالي ثم ايضا ان فرنسا غيرت الجنرال ميوتي الذي كان هو الذي صنع المغرب المعاصر. لماذا؟ لانه جيشه الذي كان اكبر جيش في العالم لانه خرج منتصرا في الحرب العالميه الاولى وله احدث الاسلحه وله قوه كبيره، هدد وعد كريم الخطابي حينما بدا يتصارع معه ويتصارع معه جزئيا لانه لا يريد ان يصارع فرنسا. بالتالي ففرنسا الاستعماريه خشت من ان تتعمم نتائج انتصارات الخطابي عالميا وبالتالي ان تتاثر باستعماراته. الجزء الاخر هو مرحله المقاومه المغربيه في المرحله الاخيره. الاستعمار في المغرب بدا في بدايه القرن التاسع في بدايه القرن العشرين 2006 2007 2007 مع قنبله مدينه الدار البيضاء، ولكن الذي حدث ان الاستعمار الفرنسي لم يستطع ان يتمكن من المغرب الا نهائيا الا سنه 1934 لانه لم يستطع ان يدخل، بل انه كان يدخل الى بعض المناطق بعض المدن، ولكن البوادي والمناطق الاخرى فكانت تكون مناطق مستقلة. لماذا؟ لسبب رئيسي ودعا المؤرخين الباحثين هو أن المغرب مشكلة ديال الدفاع عن الوطن كان مسألة ديال المواطن ديال الناس ديال القبائل قبل أن يكون مسألة أي كان. ورغم ذلك أن الحكام في كثير من المرات كانوا يتحالفون مع الشعب، وهذا ما جعل مثلا الملك محمد الخامس يتعرض للنفي لمدى انه ساند الوطنيين من اجل استقلال في 52. بالتالي كانت ثوره شعبيه من اجل اعادته واعاده مرحله جديده للترحم. شكرا. شكرا 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 على استعانتكم في هذا الجهاز.